تعاون وصداقة تطورت على مدى سنوات عديدة بين دولة الكويت والمملكة المتحدة، تعمقت وتعززت مدعومة بالطاقة المتجددة لشباب كويتيين اختاروا المملكة المتحدة سبيلا نحو مستقبل آمن ومزدهر. في الفعل يعني اختار العديد من الشباب الكويتيين مواصلة تعليمهم في الجامعات البريطانية. أيضا تقدم المملكة المتحدة كافة التسهيلات للطلبة الكويتيين المبتعثين لديها. تعاون وصداقة تطورت على مدى سنوات عديدة بين دولة الكويت والمملكة المتحدة، تعمقت وتعززت مدعومة بالطاقة المتجددة لشباب كويتيين اختاروا المملكة المتحدة سبيلا نحو مستقبل آمن ومزدهر، حيث يختار العديد من الشباب الكويتيين مواصلة تعليمهم في الجامعات البريطانية. المحاقية الثقافية للطلبة التي عملت من خمسينات القرن الماضي، وهي تعد يعني أحد أقدم المكاتب، وهذا دليل أهمية التحصيل العلمي أو اهتمام بريطانيا بأن يكون يعني المواطنين الكويتيين متواجدين هنا يستفيدون من الثروة العلمية الموجودة في بريطانيا منذ القدم، بدعم القيادة السياسية الكويتية كاملا. وصل عدد الطلبة إلى ما يقارب تقريبا 9500 طالب يساهمون في بناء دولتهم الكويت، ومجالات عديدة تكنولوجية وعلمية كثيرة. دور مهم يقوم به المجلس الثقافي البريطاني في ترويج ما تطمح إليه المملكة المتحدة في قطاع التعليم وتسهيل كافة الإمكانات للطلبة الكويتيين المبتعثين لديها. نجد أن عدد الطلبة اللي بيدرسوا في بريطانيا من الكويت، سواء هم طلبة على منح أو خاصة، هم حوالي 9000 أو 9000. إذا بصينا لهذه النسبة قد تبدو بسيطة، لكن بالنسبة لعدد سكان الكويت تجدها من النسبة العالية جدا، لأن نسبة عالية جدا. ده يبين جانب اقتصادي مهم جدا، لأن نوعية الطالب الكويتي الذي يدرس هنا هو من الشرائح العليا اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا وطبيا وما إلى ذلك. وتفخر الجامعات في المملكة المتحدة بانضمام الطلبة الكويتيين، على رأسها جامعة كامبريدج الدولية، ثاني أقدم الجامعات داخل العالم الغربي، والتي تمثل المرتبة الثانية في المملكة المتحدة حسب تصنيف US News and World Report بعد جامعة أوكسفورد. في بريطانيا غير عن كل الدول، لأنها هي نظام سنوي من نظام وحدات، فأنت تعرف متى تتخرج، وجامعاتها من أعلى الرانكات بالعالم، وخاصة آخر دراسة تقول 20 جامعة من أعلى الرانكات بالعالم. سيدي ولي العهد الشيخ مشعل أحمد الجابر كان دارس بجامعة كامبريدج. تعتبر بريطانيا مختلفة في التخصصات الممتازة والجامعات الملت وغير ملت، خصوصا في لندن سيفل انجينير، جامعات مختلفة وممتازة من ناحية التعليم. مستوى الجامعات في بريطانيا أعلى من أي جامعات ثانية كدول. علاقات ثقافية متجذرة بين دولة الكويت والمملكة المتحدة مرت بها أجيال متعاقبة، وسط تطلعات باستمرارها وتنميتها عبر الأجيال الحالية والمستقبلية. فاطمة الكندري، موفى التلفزيون، دولة الكويت، المملكة المتحدة، لندن.